مش هتصدق وحيد القرن ده متشعلق في الهوا كده ليه؟ بيقولك يا سيدي ان وحيد القرن من اكتر الحيوانات المهددة بالانقراض، وده بسبب قرنه المطلوب بمبالغ كبيرة في السوق السوداء. ومع زيادة عمليات الصيد العلماء فكروا في طريقة يحموا بيها اللي فاضل منهم، فما لقوش حل غير انهم ينقلوهم لمناطق نائية الصيادين ما يقدروش يوصلوا لها. وهنا ظهرت مشكلة تانية، وهي انهم مش هينفع يخدروهم ويحطوهم في الطيارة، لان التخدير خطر عليهم وممكن يموتهم، فما كانش قدامهم غير انهم يربطوهم من رجليهم بالطريقة دي ويعلقوهم في الطيارات. قول لنا رأيك في الفكرة دي.